فكرة بقى المدرب الكندي روي رانا شايفه هيضيف ايه للمنتخب الفترة القادمة ان شاء الله قبل كأس العالم؟ هو الكوتش يعني ليه علاقات قوية جدا، هو مرن في الـ NBA فترة طويلة، كسب كأس عالم ناشئين مع كندا، فليه علاقات واسعة. العلاقات دي ابتدت شفناها الفترة حتى اللي فاتت، اللي احنا في الصيف طلعنا فترة إعداد في أمريكا وجزر البهاماس، لعبنا دورة هناك مع منتخبات بورتوريكو ومع جامعات من أمريكا. ستاف بقى يجينا ستاف من الـ NBA، واحد من أكبر دكاترة علم نفس رياضي يعني انضم للجهاز. فكل الحاجات دي كوتش ليه علاقات، ابتدى الناس يكلموه فعلا على ماتشات هاي ليفل في أوروبا وفي أمريكا، بعلاقات شخصية مع الدعوات اللي ابتدت توصل لاتحاد الباسكت والمساندة من اتحاد الباسكت. فالكوتش بعلاقاته والسيستم اللي هو حاطه يقدر يجيب لنا فترة إعداد قوية جدا، وزي ما قلت حضرتك مش بس الكأس العالم، بس تقدر تبني عليها لفترة طويلة. فكرة بقى ان هو مش متفرغ ومعاه فرقة في اليابان، دي مؤثرة في أي شيء ولا مش فرقة؟ بص أقول لحضرتك يعني دي دايما الكلام عليها كتير. بص أقول لحضرتك ده ترند عالمي، مش ترند يعني حاجة هو حاجة عرف يعني أو الناس يعني مدرب منتخب امريكا ماسك نادي وماسك فرقه، مدرب منتخب اسبانيا بطل العالم ماسك نادي وماسك فرقه، اي مدرب بتاع اي منتخب كبير ماسك نادي وماسك فرقه وليه هدف. يعني الموضوع مش مساله لا، ليه هدف. ان المدرب في الباسكت بالذات لعبه سريعه جدا، فانت فكره اللي انت كل يوم بتدرب، كل يوم عندك ماتش، فانت زيك زي اللعيب بتمرن، فبتاخد قراراتك سريعة بالظبط. لا بتطور، بتشوف الكلام ده كله. يعني انت لو فضلت فترة كده في اوف سيزون مثلا ما بتدربش، لما بتيجي تبتدي سيزون تكاتش الماتش تحس برضو انك مهنك شوية. عارف اللي انت قلته ده انا اول مرة افهمه او اسمعه، يعني برضو كان عندي تحفظ من حيث المبدأ، فكرة انه يبقى بيدرب المنتخب والفريق، لكن دي طلعت ميزة طبعا. يعني لو ما بيدربش فرقة كمان هيبقى تبقى حاجة مضرة ان هو بقاله كتير ما بيدربش. لا لا بالظبط، وزي ما بقول لك يعني ده يعني دي درست وتعلمت، وبقول لك اكبر منتخبات في العالم التوب مش هتلاقي مدرب متفرغ اللي ماسك. عظيم. اه ف دي فكرة عظيمة جدا. طيب